بعد الأخبار اللي سمعناها عن تحديث لورك فريدي والتغيير الجذري اللي راح يصير لفريدي، وأخيراً اليوم بث مباشر تكلموا بشكل أعمق عن تحديث فريدي القادم. هلا والله، رجعنا لكم في دي بي دي. في ذا المقطع راح نتكلم عن ريورك فريدي، واخيرا يا جماعه الخير قاعد اسجل انا حاليا اخبار ديد باي دي لايت ريورك فريدي اتن قريبا جدا. اوكي تحمست شوي، ما ادري ايش، انا متحمس جدا، وانا من اول ترى اللي يعرفوني في تويتر متحمس على ذا التحديث حتى اكثر من جوست فيس. قبل ما يبدا المقطع اتمنى يا جماعه الخير تحطون اللايك، والله العظيم اني من جد تعبت على ذا المقطع لدرجه اني عدت البث حق ديد باي دلايت 3 مرات عشان اجمع لكم الكلام واختصر لكم واعطيكم الزبده. فاتمنى ذا المقطع يوصل 1500 لايك، انا ما اطلب شيء كبير منكم، انتم اساطير وباذن الله تعالى توصلونها حتى 2000 لايك مو 1500 لايك، لانكم اساطير وربي انكم اساطير، وشكرا لكم من القلب على الدعم العظيم والكبير جدا اللي قاعد تقدمونه لي بالفتره الاخيره. شكرا لكل اخ واخت ضغط على زر اللايك. اذا انت كنت جديد اتمنى تنورنا في زر الاشتراك وتفعل زر التنبيه عشان يصلك المقطع اول باول. وليتس جو للشرح. اول شيء يا صاحبي يبغالك تعرفه متى ينزل الريورك. طبعا اصحاب البي سي، السيرفرات التجريبيه راح تكون مفتوحه يوم الثلاثاء بتاريخ 9/7/2019، يعني الثلاثاء الجاي، يعني بعد تقريبا اسبوع بالضبط او اقل من اسبوع. اليوم احنا خميس، لنا ثلاثاء، اقل من اسبوع. الثلاثاء الجاي يا صاحبي راح ينزل ريورك فريدي في السيرفرات التجريبيه ونجربه. طبعا حاليا انا بتكلم عن جميع الاشياء اللي جابوها في التحديث، وجميع المقاطع الفيديو الحين قدامكم راح توضح كل كلمه اقولها. اول شيء راح نتطرق له حاليا اللي هو طريقه الحلم. طبعا حاليا فريدي ما راح تشوفه في حال كان بعيد عنك، راح تسمع بس صوت الاغنيه حقته ذي لا 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 لا، وفي حال كان قريب بمدى 16 متر راح يطلع فريدي وراح يصير قدامك كذا واضح وتشوفه، وحتى يمدي يضربك، ما يحتاج يدخلك حلم عشان يضربك، دايركت يمدي يضربك. يعني باختصار اذا انت كنت قريب مدى 16 متر راح تشوف فريدي كذا يطلع قدامك، وفي حال كان بعد 16 متر راح تسمع بس صوت اللولباي حقته، ما تدري هو من وين جاي، فوق يمين يسار، لين يقرب عشان تشوفه. الحلم حق فريدي راح يجيك دايم كل 60 ثانيه، يعني في حال طلعت من الحلم راح يرجع لك الحلم بعد 60 ثانيه. بتقول لي ليش طيب صار صعب وذا؟ لا لا، سووها ذي حاليا، الكلام الحين بقوله قدام راح تعرف انه صار يعني شيء موازي جدا في اللعبه. طبعا طريقة الخروج من الحلم، بما ان الحلم راح يجيك كل 60 ثانية فشيء طبيعي انهم يسوون آلية جديدة لخروجك من الحلم. طبعا الشيء الأول اللي هو انك تجلس كل شيك، يعني تكون قاعد تصلح جنريتر، تضرب الجنريتر تطلع من الحلم. هذه الطريقة معروفة لكل الناس. الطريقة الثانية انك تخلي واحد من اصحابك يطلعك من الحلم، ولكن الطريقة ذي فيها عيب بسيط. هذه الطريقة في حال خويك طلعك المرة الأولى راح يطلعك بسرعة، المرة الثانية اللي جاي طلعك من الحلم راح يطلعك ب 12 ثانية يصير أطول، المرة الثالثة وهي الأخيرة طبعا راح يثبت الوقت عليها راح تصير 16 ثانية، يعني خويك لازم 16 ثانية لين يطلعك من الحلم. طبعا ليش سووا ذي الحركة؟ سووها عشان طريقة الخروج الثالثة اللي هي آلة راح تكون مرسبنة في الماب زي أفخاخ ذا بيج، يوم انك تروح تطلع نفسك من الفخ راح تكون موجودة ذي الآلة، تروح عليها 3 ثواني تطلع من الحلم. طبعا دي الآلة في تقريبا 3 أو 4 آلات في الماب، تروح على اي وحدة تطلع نفسك من الحلم وسهلات، ما راح تكون زي ذا بيج يعني تطلع ضحكة فريدي وما تطلع من الحلم، لا، اي آلة تجيها راح تطلعك دايرك. طبعا اكيد راح يجي سؤال، هل هذه الأداة يوم اني اطلع نفسي من الحلم فريدي راح يشوفني؟ لا ما راح يمدي يشوفك، لو تطلع نفسك منها ما راح يمدي يشوفك، الا اذا في حال كان قريب ولف يعني مر من جنبك وقاعد يشوفك اكيد بيضربك، ما راح يتركك تطلع نفسك من الحلم. نقطة مهمة جدا حطها بذهنك يا صاحبي، اول في الوقت الحالي يوم انك تكون داخل الحلم ومدمج تعالج نفسك، كنت قاعد تعالج نفسك تجيك سكيل شيك وتجليها عشان تطلع من الحلم، بالنظام الجديد في فريدي ما راح تصير، يعني اذا كنت مدمج وتقعد تضرب نفسك بس كل شكات عشان تطلع من الحلم ما عاد يتصير ذا الشيء، راح تظل في الحلم الا في حاله الثلاث طرق اللي انا شرحتها قبل شوي. الشيء الثاني واللي تكلموا عنه واخيرا وانا منتظره من تقريبا من اخر بث لهم، الافخاخ، اخيرا اعطونا الافخاخ بشكل مفصل وبشكل كبير جدا. طبعا الافخاخ بشكل عام راح تكون عباره عن بركه دم في الارض، في حال السرفايفل دعس عليها راح تبطئ من سرعه السرفايفل، يعني في حال انت كنت قاعد تركض ودعست عليها راح تصير بطيء لمده 3 ثواني، في حال كان فريدي زارع لك اياها جنب دريشه وجيت عليها انت تبغى تنقز من الدريشه راح تبطئك، راح كانك نقزت من الدريشه بدون سرعه، يعني راح يمدي يضربك فيها. والشيء الثالث راح تخليك تصارخ، يعني في حال فريدي ما كان حولك وان دعست عليها راح تصارخ وراح يبين مكانك لفريدي. طبعا فريدي اول ما يرسبن في الماب راح يكون معاه 7 افخاخ، والافخاخ ذي راح ترجع زي افخاخ الهاج، يعني في حال حط 7 افخاخ وحط الثامن
راح يصير ريست للاول. انتم عارفين الطريقه، يلعبون بذهب يعرفون نظام الافخاخ فيها. الفخ ما راح يمدي السرفايفل يشوفه الا اذا كان داخل الحلم، ولكن الفخ ذا بعد ما راح يشتغل على السرفايفل الا اذا كان السرفايفل في الحلم. يعني اذا انت كنت السرفايفل مانك في الحلم، الفخ ما راح تشوفه وبنفس الوقت ما راح ياثر عليك. اما اذا كنت في الحلم راح تشوف الفخ وراح ياثر عليك في حال دعست عليه. فريدي راح يمدي يحط الفخ بسرعه، يعني ما يحتاج زي التربر ينزل على الارض ويحط الفخ ياخذ ثانيتين او ثلاث ثواني او زي هاك. فريدي راح يمدي كذا بثانيه واحده يحط الفخ على الارض ويزدحك فيه. يعني انت في حال وانت قاعد تلوب وما كنت مركز على فريدي وانت قاعد تلوب معاه، تلاقي حط الفخ بدون ما تدري وانجتك البطء وقدر يضربك. فلازم تركز على اللوبر وانت قاعد تلوب مع فريدي. النقطة الثالثة تليبورت فريدي. طبعا زي ما شفتوا في البث اللي راح علمونا انه فريدي يمدي يسوي تليبورت على الجنريترات، فحاليا فريدي راح يمدي يسوي تليبورت على الجنريترات القريبة منه، يعني في مدى معين ما ذكروا المدى، لكن في مدى قريب يمديك تسوي تليبورت على الجنريتر. طبعا فريدي الين ينتقل على الجنريتر يبغى له 5 ثواني، وفي حال هو قاعد يسوي ال5 ثواني ذي ينتقل للجنريتر راح يطلع دم من الجنريتر، وبنفس الوقت انيميشن فريدي يطلع من الجنريتر زي ما شايفين قدامكم كذا، فريدي قاعد يرسم كذا من الارض ويطلع قدامك. في حال فريدي كنسل الانتقال راح يوقف الجنريتر دم، راح يبطل يطلع دم من الجنريتر وفريدي ما راح يطلع لك باختصار يعني. ولكن هذه القدرة في لها كول داون، يعني فريدي والله ما يقعد 24 ساعة يسوي تليبورتات، لا ما يمدي. في حال سوى تليبورت فريدي للجنريتر او كنسل التليبورت راح يجي كول داون 45 ثانية، يعني ما راح يمدي والله 24 ساعة يسوي تليبورتات او يكنسل، لا في حال كنسل او سوى تليبورت 45 ثانية يقعدها الرجال بدون تليبورت. هذه نقطة التليبورت بشكل عام. نروح للنقطة الرابعة واللي هي البليتات الوهمية. البليتات الوهمية يا جماعة الخير هذه الميزة ما تجيك إلا عن طريق أدون. إي نعم، القدرة ذي عبارة عن أدون حرفيا، هم تكلموا في البث إنه هذه القدرة عبارة عن أدون تحطه راح يستبدل لك الأفخاخ في البليتات. يعني في حال حطيت ذا الأدون ما عاد يكون عندك أفخاخ حقة البركة الدم، راح يصير عندك بليتات. طبعا البليتات عددها راح يكون 2 أعتقد، قالوا 2 مدي 3 والله ماني متذكر الموضوع. البلت هذه راح يمديك تزرعها في حال إنك كسرت بلت أصلية، تزرعها بمكانها، يجي السرفايفر المسكين وهو قاعد يلوب يطيحها، يتفاجئ انه طيح دم ما طيح بلت وتزدحها انت بضربه. طبعا هذه البلت ما راح تكون زي حقه الدكتور، الدكتور كان وهمي تمشي من جنبه يصير يضحك، لا هذه واقعيه فعليا السرفايفر يطلع له كذا انه زر طيح البلت، فالمسكين يحسب انه هذه البلت اصليه وهو قاعد يلوب معك ما يحسب الا اكل طيح البلت وطلع الدم واكل ضربه بسببها. طبعا البلت ذي ما راح تبين لك الا وانت داخل الحلم داخل الدريم، يعني اذا كنت صاحي راح تشوف مكان بلت مكسوره، فجاه مثال دخلت الحلم تلاقي مكان المكسور صارت بلت، فانت هنا تعرف انه الذيب فريدي ملغم هذه المنطقه. طبعا في حال انت اكتشفت انه هذه بلت وهميه ومسوي فيها ذيب وطيحت البلت ذي، راح يجي انذار لفريدي وراح تبين لفريدي انت فعليا تبين له المده معينه، المده ثواني معينه ما تكلموا قالوا فيو سكند، فالمده ثواني راح تكون ظاهر لفريدي في حال طيحت البلت حقت الفخ حقته. اكيد راح يجون ناس يتسالون يقولون هل بيرك كيت اللي يوريك البلتات والدرايش راح يكون يوريك البلت اذا هذه وهميه ولا لا؟ تكلموا في ذا الموضوع في البث وقالوا انه بيرك كيت راح يوريك اياها بلت زيها زي اي باقي البلتات العاديه، فراح يعني تطيح بالفخ تطيح بالفخ باختصار طيق الزبده. صراحه انا اشوفها شيء جدا كويس بما انهم حطوها ادون، فراح يكون ادون احمر او ادون بنفسجي صعب، يعني في حال لانه صعبه راح تكون مره يعني خاصيه قويه، فلازم يحطونها في ادون، مستحيل يخلونها مع فريدي 24 ساعه باختصار يعني. ولكن اذا حطيت الادون ذا انسى الافخاخ، ما راح يكون معك افخاخ، يعني مخير انت يا تبدا الجيم بافخاخ يا انك تبدا الجيم في البلتات الوهميه. طبعا هذا باختصار اللي تكلموا بشكل عام عند ريورك فريدي. ريورك فريدي الثلاثاء القادم باذن الله تعالى راح اسوي بث مباشر وراح نجرب الريورك معكم باذن واحد احد. طبعا بالنسبه للاسئله في اسئله جدا مهمه جت للمطورين في البث، وصراحه انا جمعت الاسئله المهمه وحبيت اني اجاوب عليها قدامكم. نبدا بالاسئله المهمه. السؤال الاول كان هل البلت الوهميه راح تستن فريدي؟ طبعا جاوبوا المطورين قالوا لا اكيد ما راح تستن فريدي. السؤال الثاني هل البلت الوهميه راح تروح علي سبيرت فيوري في حال كان جاهز عندي للبيرك؟ لا، الجواب لا ما راح تروح عليك السبيريت فيوري لانها اصلا هي بلت وهميه فما راح تخرب عليك بيرك سبيريت فيوري. السؤال اللي بعده هل يوم اني احط ادون البلت الوهميه وحطيت البلت الفخ حقتي هل راح تبين انها وهميه لي ولا لا؟ اي نعم راح تبين لك زي الدكتور، راح تشوفها واضحه انه تعرف انه هذه البلت حقتك من البلت الاصليه. السؤال اللي بعده هل فريدي راح يمديه يشوفني من بعيد وانا داخل الحلم؟ يعني زي حاليا يوم فريدي يدخلك الحلم تبعد عنه مره راح يمديه يشوفك.
الجواب لا، ما راح يقدر يشوفك بسبب انه خلوا الحلم كل 60 ثانيه يرجع لك، فشيء طبيعي انه يشيلون ذي الخاصيه عشان يخلون الوضع متوازن بين السرفايفل والكيلر. السؤال اللي بعده، هل فريدي راح يمدي ينتقل في التليبورت الى اي جنريتر شغال؟ الجواب لا، ما يمدي ينتقل للجنريتر الشغال ولا الجنريتر مقفل، مثل يعني حاط بيرك انتكربتد انترفيجن حق ذا بيك، معليش حق ذا بليك، وحاط بيرك جوست فيس، ما راح يمديك تنتقل للجنريترات اللي تتقفل الا الجنريترات اللي باقيه ما اشتغلت يمديك تنتقل لها، لانه اصلا هم صرحوا قدره التليبورت دي عباره عن اساسيات الماب، ففي حال خلصت الجنريترات كلها ما عاد يقدر عندك تليبورت، لانه يوزلس اصلا تنتقل على جنريتر شغال، ايش تبغى فيه؟ كذا كان للكلام حقهم في البث. السؤال اللي قبل الاخير، وش راح يصير على فريدي حقي؟ انا مسوي برستيج 3، عندي ادونات كثير، وش راح يصير عليهن؟ طبعا الجواب راح يبقى معك كل شيء، ولكن الادونات يمكن اسماءهن تتغير لانه صار ريورك، فشيء طبيعي يغيرون بعض الاسماء، غيروا فريدي بشكل جذري، فشيء طبيعي الادونات حقتك راح تتغير بشكل جذري، ولكن شيء طبيعي راح يبقى عندك البرستيج والادونات، ما راح يتغير شيء نهائيا، بس اللهم راح تتغير خاصياتهم، والعدد راح يظل عندك والبرستيج بعد راح يظل عندك. السؤال الاخير، هل الموري راح تتغير؟ الجواب لا، الموري ما راح تتغير للأسف. هذا باختصار يا جماعة الخير شرح فريدي بشكل عام، أتمنى أكون أفدتكم، وأتمنى يا غالي إذا وصلت ذي النقطة ما تحرمني من اللايك، وإذا ما كنت مشترك تشترك، وأتمنى تفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع أول بأول. أتمنى يا جماعة الخير نوصل 1500 لايك فما فوق، أنتم أساطير وقدها بإذن الله. في نهاية كل مقطع ما أقول غير سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.